الكل يعلم حجم التعاون بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز. هناك المرحلة الثانية من عقد سيمنز لتطوير الكهرباء في العراق. وقعنا عقد مع شركة سيمنز لإحدى الشركات الكبرى الألمانية. وقعنا قبل قليل اتفاق مع شركة سيمنز. أيضا وقعنا مع شركة سيمنز 3300 ميجا وات. وقعنا مذكرة تفاهم في 2018 مع سيمنز. شركة عملاقة وكبيرة. شركات ألمانية نحتاج لها في العراق لإعادة البناء. توقيع مذكرة التفاهم التي تتضمن مشاريع في قطاعات الإنتاج. سيمنز 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 سيمنز